ازيك عامل ايه؟ يا رب يكون دايما بخير. اهلا بيك في الحلقه الرابعه من كورس تعلم اللغه الانجليزيه من الصفر مع احمد حسن. في حلقه النهارده هنتعلم كلمات كتير ليها علاقه بالملابس، وهنتعلم ازاي نسال عن سعر حاجه معينه، وهنتعلم لو انت شغال في محل بتبيع حاجه معينه ازاي تعرض على حد انك انت تساعده، وهنتكلم عن حاجات كتير ومصطلحات كتير ليها علاقه بالملابس والبيع والشراء. لو ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت من كورس تعلم اللغه الانجليزيه من الصفر، اتاكد انك تتفرج عليها كلها مترتبه في قائمه التشغيل باسم تعلم الانجليزيه من الصفر. انا اسمي احمد حسن وانت بتتفرج على Learn Different Academy. اول حاجه هنتكلم عنها لو انت عايز تعرض مساعدتك او تعرض على حد انك انت تساعده، سواء انت شغال في محل بتبيع او ايا كان نوع المساعده اللي هتقدمها له. في طريقتين ممكن تستخدمهم في الحاله دي، ممكن تقول can I help you وممكن تقول may I help you. طب انهي افضل؟ يعني may I help you بتبقى شيك اكتر وبتبقى مهذبه اكتر. فلو عايز تعرض مساعدتك على حد بشكل لطيف، لو انت مثلا شغال بياع او حاجه وجالك كاستمر او عميل وعايز تعرض عليه ان انت تساعده، هتقول له may I help you، may I help you. طب في طريقه تانية؟ ايوه طبعا، ممكن تقول له how can I help you sir، how can I help you sir. فكده انت ممكن تقول له can I help you، ممكن تقول له may I help you، ممكن تقول له how can I help you، may I help you، can I help you، how can I help you، may I help you، can I help you، how can I help you. دورك. لو انت داخل محل تشتري حاجة والبياع قال لك how can I help you او قال لك may I help you، وعايز تقول له ان انا بدور على حاجة معينة مثلا، او عايز تقول له انا بس باخد فكرة او ببص كده او بشوف، تقول له ايه؟ اولا لو عايز تقول له ان انت بتدور على حاجة معينة هتستخدم look for، فهتقول I'm looking for، وبعدين تقول الحاجة اللي انت عايز تتكلم عنها. فمثلا لو انت عايز مثلا جاكيت اكس لارج وعايز تقول له ان انا بدور على جاكيت اكس لارج، هتقول له I'm looking for a jacket in a size اكس لارج، I'm looking for a jacket in a size اكس لارج. ويا بقى يا الحلاوة لو انت عايزه يبقى بلون معين، فهتقول له I'm looking for a red jacket in a size اكس لارج، I'm looking for a red jacket in a size اكس لارج. دورك. طب لو انت عايز تقول له بس ان انت بتبص يعني بتاخد فكره وخلاص، هتقول له ايه؟ Thanks I'm just looking، Thanks I'm just looking، Thanks I'm just looking. دورك. طيب لو حد قال لك انه بيسال عن حاجه معينه في مقاس معين وانت عايز تقول له اتفضل اهي او جبتها له وعايز تديها له، هتقول له ايه؟ هتقول له here you are، here you are، here you are، here you are. دورك. ولو هو عايز يسألك عن السعر بتاعها، ساعتها هيقول لك how much is it، how much is it، how much is it. دورك. طب نفترض مثلا حد دخل يسألك عن جاكيت معين او شيرت معين يعني قميص، وما قالكش على المقاس اللي هو عايزه. فلو عايز تسأله عن المقاس هتقول له what size do you wear، what size do you wear، what size do you wear sir، what size do you wear sir. دورك. لو سألك عن السعر وقال لك how much is it وانت عايز تقوله على السعر، هتقول له it's مثلا 20 pounds، it's 100 pounds، it's 15 pounds. ده لو كانت العملة هي الجنيه المصري. اما لو العملة هي الدولار فتقول له it's 20 dollars، it's 15 dollars، ايا كان. دورك. طب نفترض مثلا البياع جاب لك الجاكيت اللي انت عايزه بس ما عجبكش او حسيت انه مش مناسب ليك، ساعتها ممكن تقول له I don't like it، I don't like it، يعني انا مش عاجبني الجاكيت ده. او لو عايز تقولها له مثلا ان هو مش مناسب ليك، هتقول له it doesn't fit me، it doesn't fit me، or it doesn't suit me، it doesn't fit me، او it doesn't suit me. دورك. طيب لو هو عايز يوريك حاجة تانية، او لو انت كبياع عايز توري الكاستمر او العميل حاجة تانية، هتقول له ايه؟ how about this one، how about this one، how about this one، يعني ايه رايك في ده؟ how about this one. دورك. ولو هو عايز يقول لك تمام خلاص خلينا نشوف، هيقول لك okay let's see it، let's see it، let's see it. دورك. طب لو انت كبياع عايز تقول له تحب تجربه يا فندم، تحب تقيسه عليك وتشوف شكله هيبقى عامل ازاي، هتقول له ايه؟ هتقول له would you like to try it on، would you like to try it on، would you like to try it on. دورك. طب لو هو قاسه ولا شكله حلو عليه، ساعتها يقول ايه بالانجلش؟ ساعتها يقول واو that's nice، it really fits me، it really
fits me, it really fits me, يعني هو فعلا جاي على مقاسي ومناسب عليا جدا. دورك. ولو هو قاسه ومش عارف اذا كان مناسب عليه ولا لا وقال لك ايه رايك, ساعتها يقول لك what do you think, what do you think, what do you think, ايه رايك, شايف ايه, شايفه كويس. ساعتها انت عايز تقول له ان هو كويس, هتقول له ايه, it really fits you sir, it really fits you, it's amazing on you sir, it's amazing on you sir, it's good on you sir. دورك. ده كان الجزء الاولاني الخاص بالمحادثه. خلينا نخش بقى على الكلمات الجديده اللي هنتعلمها النهارده. اول كلمه معانا وهي كلمه hat, 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 ودي معناها قبعه او طاقيه. hat. دورك. ومعانا كمان كلمه scarf, وscarf دي اللي هي الكوفيه او الوشاح اللي بيحطوه البنات او الولاد على رقبتهم او بيحطوه في اي حاجه, اللي هو السكارف, يعني اسمه سكارف, 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 سكارف. دورك. والجاكيت العادي اسمه جاكيت, 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 اما لو كان طويل فساعتها يبقى معطف من جاكيت وساعتها يبقى اسمه كوت, 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 كوت. دورك. البلوفر او الحاجه اللي بنلبسها تحت الجاكيت بيبقى اسمها سويتر, سويتر, ودي كلمه كتير جدا مننا بيغلط في نطقها وبيقول عليها سويتر, بس هي ما اسمهاش سويتر, هي اسمها سويتر, 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 سويتر. دورك. والقميص العادي اسمه شيرت, 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 اما لو كان زي ده فده ما اسمهوش شيرت, ده اسمه تي شيرت, تي شيرت, مش تيشيرت, ها, تي شيرت, تي شيرت. دورك. والجيبه اللي البنات بتلبسها الجيبه اسمها سكيرت, 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 سكيرت. دورك او دورك مش هتفرق, دورك. الكرافته اللي بتلبسوها على البدله اسمها تاي, 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 تاي. دورك. والحزام, الحزام اللي بنلبسه على البنطلون اسمه بيلت, 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 وده ينطبق على الحزام اللي بيتلبس على البنطلون او حتى حزام الامان اللي في العربيه او حتى اللي في الطياره اسمه بيلت, 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 بيلت. دورك. البنطلون بقى فيه قصه شويه, هو عباره عن حاجتين في الانجليش, يعني البنطلون عشان هو فردتين فبيبقى بلورال او جمع, فتقول pants, pants, ولما تيجي تقول سعر البنطلون ده كام هتقول how much are the pants, how much are the pants, how much are the pants, مش هتقول how much is the pant او how much is the pants, لا هتقول how much are, how much are the pants. دورك. نفس الحكايه برضو بالنسبه للحذاء او الجزمه اسمها shoes, 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 وهما بيعاملوا معامله الجمع برضو, فتقول how much are the shoes, how much are the shoes, how much are the shoes, shoes. دورك. نفس الحكايه برضو بالنسبه للجلوفز اللي هي الجوانتيات, جلوفز, 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 وكمان الشورت ما اسمه شورت, هو اسمه شورتس, 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 شورتس. دورك. وكمان الشراب اسمه سوكس, 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 والحلق اللي البنات بيلبسوه هو عباره عن حاجتين اسمه earrings, 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 earrings. دورك او دورك. وبس, وبكده اكون خلصت حلقه النهارده, اتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تشوفوا بقيه الحلقات وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجامده جدا اللي جايه في كورس تعلم اللغه الانجليزيه من الصفر مع احمد حسن, واشوفكم في حلقه جايه.